يقول السائل: ما هو الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؟ هو الشرك في الطاعة نوع من العبادة، الشرك في الطاعة نوع من العبادة، لكن قد يكون الشرك في الطاعة شركا أصغر ويكون شركا أكبر. يكون شرك أكبر إذا علمت أن المطاع أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله وأطعته ووافقته على ذلك، هذا شرك أكبر. أما إذا لم تعلم أنه أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، ما تعلم هذا، أنت جاهل، فهذا شرك أصغر.